حبيبي بكفي تفكير وتعب اليوم. برأيي خلينا نروح هالبيت، أمك هلأ بتكون لحالة حرام. أنا مستحيل روح هلأ، مبين إنه في شي عم يصير من وراي. نعم حضرة المدير، لقيتوا الرقم؟ لمين هي؟ السيارة لمين طلعت؟ إيه فهمت. طيب رح أكتب، لو سمحتي سجلي هالرقم. شو هو؟ ألو. نعم. ألو، يعطيك العافية، تيلا النقل؟ نعم تفضل. أنا ماجد أرجي أغلو. أهلا وسهلا فيك يا بيك. بدي أسألك عن قائمة السيارات الموجودة عندكم. في سيارة وبدي أعرف مين هو صاحبها. بس دقيقة خليك معي لو سمحت. ماجد أرجي أغلو عم يسأل عن سيارة باسم الشركة نادر بيك، قال بده يعرف مين صاحبها. قولي له أنه بتخص صاحب شركة النقليات، وصاحب السيارة رح يكون هنيك بعد نص ساعة، فهمتي؟ ماجد بيك رح أعطيك العنوان. عم اسمعك. ألو، أريش خانو. سمعانتك. ماجد هو لقى لوحة السيارة اللي كانت معكم. أنت شو عم تقولي ناريمان؟ نادر بيك يمكن يشوفه، ما بعرف شو وقت رح يصير. ايه ماشي ولا يهمك. ببعت لك العنوان بمسج، بدي اقفل الخط مضطرة. فهمت عليكي، شكرا لك. شو عم تقول؟ في شيء قدرت تفيدك فيه؟ يعني الزلمة بعد نص ساعة بده يشوفني ولازم امشي بسرعة. تمشي؟ تعي معي ناريمان. يا رب ما يعرف، يا رب ما يعرف. أريج؟ نادر؟ اللي أنت شو اللي عم تساوي؟ اسحك تقول لماجد. هلأ أو بعدين رح يعرف كل شي يا أريج. نادر اسحك تعملها مفهوم؟ أنت ما بتعرفني، شوف والله بتخسرني. المفروض ابنك يعرف أبوه هلأ، واعملي اللي بدك تعمليه. الله يلعنك يا نادر، الله يلعنك. ما رح أسمح بهالشي بالمرة. ماجد أنت متأكد؟ يعني على الأقل اتصل بأريش خانهم قبل. ناريمان أمي خبت علي وما حكت، بس رح أعرف الموضوع هلأ. ماجد استنى شوي حياتي، بعده الزلمة لسه ما وصل. ناريمان أنا عم أقول ضروري أعرف اللي الكل مخبيه علي بأسرع وقت. ماجد بلكي الموضوع ما لازم تعرف فيه، بقصد يمكن أمك تكون عم تحميك. شو قصدك تقولي بقى؟ ماجد. أمي. ماجد أنت هلأ شو عم بتحاول تساوي؟ أنا عم حاول أعرف شو اللي مخبيتي عني، ممنوع؟ ماجد، ممكن تسمعني؟ ما في شي لأسمعه أمي. ماجد، لو سمحت تسمع لها، لو سمحت. ماجد، خلص وافقت، رح أحكي لك كل شي بدك إياه. يلا يا روحي امشي. تأخرتي وما قلتي من الأول. Thank you.
أهلا وسهلا، تفضلوا لو سمحتوا. ما تشغل بالك ماجد، ادخل لنحكي ونتفاهم. شو بتحبوا اطلب لكم؟ مو جايين من شان نشرب شيء. ايه فهمت. يلا رح ندخل بالموضوع، ماشي. بدك تعرف ليش ابوك التقى فيني. كمان عم تسأل اسئلة حيرتك كتير. بعتذر قريش خانو، كنت واعد حضرتك بس هلا صار لازم احكي بالموضوع. مو سبيك. ممكن بلا هالمجاملات هلا وتحكي القصة بقى؟ رح احكي لك. رح احكي. شو يلي بدك تعرفه مني؟ يعني أبوك بمين التقى قبل ما يموت صح؟ إيه؟ وأنا قلت لك تجي لخبرك. إنه أنا هذا الزلمة ماجد. شو عم تحكي؟ إيه؟ بهداك اليوم طلب يقابلني أبوك مشان يتدين مصاري وأمك كانت معه. بس ليش هيك بسرية شفته؟ وليش ما حدا حكالي؟ قريش خانم، بظن من الأول ما كان لازم تخبي هالخبر عنه. أبوك طلب مني أعطيه مبلغ معين مقابل قسم من أسهمه بالشركة، وما كان بده حدا يعرف بالقصة، حتى أنت ماجد. بابا كان رح يبيع حصة؟ كريم بيك ما لقى حل غيره. أمي بسبب المصاري كذبتي علي؟ شوف، أبوك ما كان بده يخبرك أبداً. وليش وقت سألتك ما جاوبتيني؟ أوكي. مات أبوك وكنت حزنان عليه، ما حبيت تشغل بالك بهالقصة كمان. اسمعني، بحسب علمي إنه أنتوا لسه عليكم ديون، بيتكم وأملاككم معرضة لهلأ للخطر، وبالفعل عرضي قائم، وإذا حضرتك بتقبل مني رح اشتري حصصكم كلها وبخلصكم من هالديون تبعكم. لا لا بنوب، هالقصة ما للزوم. وانت كيف بدك تخلص من هالديون؟ أكيد رح أشتغل ورح أوفيهم بوقت قريب. ماجد اسمعني، ضايقناك كتير، لا تواخذنا. نادر، نادر بيك بيشرح لحضرتك بعدين، يا ريت لا تخليه يطول وهو عم ينتظرك بالمكتب.